رغم رفض جماعة الحوثي للمقترحات والحلول للخلاف من قبل اللجنة الوطنية الرئاسية ورفع سقف المطالب من 3 إلى 6 مطالب، إلا أن الرئيس عبد الرب منصور هادي ما زال مستمرا ومحافظا على البحث عن حلول سلمية وسياسية بعيدة عن الحرب. وحتى الآن تستمر هذه الجهود وسط تأييد شعبي كبير ودعم دولي وإقليمي. إلى التفاصيل. مرة تلو الأخرى تفشل المفاوضات والمباحثات مع جماعة الحوثي بشأن السلام والتوصل إلى اتفاق بشأن المطالب مقابل نزع فتيل التصعيد بالسلاح ورفع الحصار عن صنعاء الذي دخل مؤخرا منعطفا خطيرا مجهول النتائج. 3 أيام على التوالي قضتها اللجنة في المفاوضات مع القائد الميداني للجماعة عبد الملك الحوثي، وكل ما تم تقديمه من اقتراحات وحلول من قبل اللجنة كان أشبه برمل تطاير بالهواء حسب تعبير اللجنة. والعائد إلى ذاكرة كل لجان المفاوضات يجد أن جميعها تقريبا باءت بالفشل، أي أنها أخذت ذات المصير. هذه التطورات والمستجدات بدأت بعد وقت قصير من انتهاء الأطراف السياسية من مؤتمر الحوار الوطني، فبعد هذه المحطة الفاصلة عود الحوثيون فرض سيطرتهم ووجودهم على الأرض، ليس من صعدة وإنما من عمران تلك المرة، فقد أصر الحوثي على المواجهة المسلحة وتحولت عمران بفعل ذلك الإصرار إلى ساحة حرب شاملة أكلت الأخضر واليابس. طوال فترة الحرب ظلت السلطة تشكل لجان وساطة لإيقاف الحرب ونزيف الدم، لكن كل المحاولات كانت تقود إلى مزيد من العنف. أجبرت السلطة على المواجهة بالسلاح بشكل أو بآخر، إلى أن وصل الأمر إلى سقوط المحافظة بيد الحوثي وتم استعادتها شكليا وفي وقت متأخر. هدأت المعارك في عمران وانتقلت مباشرة إلى محافظة الجوف وما تزال في شد وجذب. توقف للقتال يتم بشكل مؤقت ولكن سرعان ما يعود إلى الواجهة. وخلال هذه المواجهات المسلحة لم يكشف الحوثي عن أبعادها صراحة ولم يقدم مبررا واضحا لخوضها. وسع الحوثي دائرة ومكان الصراع فسارت الأمور باتجاه العاصمة صنعاء، ومنذ أسبوع توجه الحوثي نحو التصعيد والزحف نحو العاصمة حاملا مبررات رآها مناسبة له هذه المرة، وهي المطالبة بإسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. ورغم هذا التصعيد الملفت والخطير إلا أن الرئيس عبد الرب منصور هادي مستمرا بالتعامل معهم في إطار امتصاص الغضب ومحاولات البحث عن الحوار معهم بالمفاوضات السياسية لا بالسلاح، ولكن كل فرص البحث عن اتفاق سياسي مع الحوثي وصلت إلى طريق مسدود. اليوم وبعد كل هذا تكون العاصمة صنعاء قد دخلت مربع التوتر والمخاوف اللامتناهية من اندلاع حرب لن تكون بالبسيطة إذا تمت. لم تعلن السلطة حتى الآن خوض الحرب مع الحوثي، وما زالت جهودها تصب في محاولة تجنيب البلاد أتون الحرب التي قد تفرض عليها بشكل أو بآخر، لكنها في حال ذلك لن تقف مكتوفة الأيدي كما يقول الرئيس عبد الرب منصور هادي. وبين هذا وذاك جموع شعبية غفيرة تعبر عن رفضها القاطع للعنف بهذه الحشود الملفتة، وتؤكد عدم سماحها لأي جماعة مسلحة النيل من استقرار وأمن العاصمة. وهذه ورقة أخرى يلعب عليها الحوثي أيضا وفي العاصمة صنعاء، وذلك لإيجاد مساندة لما يقول عنها مطالب شعبية ويحمل رايتها هو. والجميع يعرف أن الراية المقصودة هي راية أخرى في نظر الحوثي لا تتعلق بمصلحة الشعب وبالمصلحة العامة، وإنما بإيجاد مركز نفوذ أوسع وأكبر، الأمر الذي جعل الشارع الآن تائها في قراءة الاحتمالات والتوقعات ومسارة الحسم لهذا الخلاف، أبعاده ونتائجه، أطرافه البعيدة والقريبة، المؤيدة والمعارضة. وحتى الآن تشهد العاصمة صنعاء تشديدا أمنيا، والتحذيرات الدولية والإقليمية بشأن تهيئة الأجواء أمام تنفيذ مخرجات الحوار مستمرة، وتحركات كثيرة تتم الآن لا يمكن سردها هنا، جميعها تؤكد السلام وترفض العنف وتحذر منه على كافة السبل والأصعدة. معاذ منصر، حصاد السعيدة.